مهاجرين زمان. اي هذه اطول العمارة ابن حزمة حمدان جاني وانا اصلح لي مزرعه شاريها من الناس وقال ايش قومك على ذا البطاحه يوم ما تتكيل هاي الاسفل دهر وتردها ابوك. قلت يا رجال خلها لما طردوك اعطيك لك منها زاويه. قال لا والله ما انا يوم علمت تم لهي تطرد له ويا ربع في العرقان عند من حيث تذابح ويام وهامدا اتشت. قلت الوطن في دهار يلي تدور لك وطن. يا سلام. انش كان في غير دهار بيبطي ما استراح. الله اكبر. ولا مقاولهم ابن الدوسري الله يرحمه يا ابنها في المجال المطر طاحت عليه. وطن في دهار يلي تدور لك وطن ومن نزل في غير دهار بيبطي ما استراح. والبيوت اللي بنوها الجماعات في قطن حطها ابن الدوسري في المبادئ والضياح. يا سلام. واشرى والبيع فيها حريك في جمل. هج عبد الله ولحقها سراج بن فلاح لا معه ربح ولا زجة فيها ثمن وراش مالها فرقة ماشين فيها النجاح جمع إلا به شمان ولا فيها لبن كون هندي مقعشين بينها كأنها أرباح وابن سعدة حط فيها 30,000 طن من سمنت اللي حديد وراحت كب قاح. غير علم اللي عادله بس في الوادي وثن سعد عينه عاد رشه قوي اللي انطاح ملزمه في مقبرة يام ورجال اليمن عند من حيث التقوا بالجنابي والرماح من حفر في المقبرة خف عقله واستجن وحط ثوبه فوق رشه وقام يقول باح. غير الحصان اللي معك لا تمد له الرسل لغدا منك فلا عاد ليدك والرياح ثم بتعود عايف ان الشريحات والطبن مثل ما قالوا اهل العلم مكسور الجناح خل خشمك ينفعك لا تعود قد كخن ما حد يلعب بخشمه وحي على الفلاح. الفلاح يا سلام. صح ايش رد عليك ابن مسعود؟ قال انك حينتها بارده. عايل غنى ولا كان قصيري ابن منجر مسفر ان الله يغفر له ويخججون علي به رجال مشكلو. قال عايل غنى وقرقف قصيده واللحن يوم عين مقسمة عند مخلين المراح توجت به الكحلة سننها في عنن لا بعد بيت بياته ولا صبح صباح. صباح يا سلام. ما تخلينا لما جاء المعادي يوطع ان نكفلك عند الحكومة ونسعب الصلاح لما اعتزى بعض الجماعة وابن بنجر شحن بغدي ليلك شبح ونهارك انباح بندقة وسط الغمرة شرها من عدن والمشوك في سحرها ومشخول الملاح وفي حزامه سلة ما يطرقها مشن حدها منها وفيها ومن خصم السلاح ذنبي صدق بك الجد الحباب بن شنن وبتغدي ساكن تسر العجائز في الضياح جدها من الحباب. سلامة. سلام.